تبارك لكم عقد هذه الشراكه. خليني بسالك في البدايه، لماذا اختار نادي الهلال عرض المملكه القابضه من بين عده عروض وصلت له؟ بالتاكيد يعني احنا فخورين وسعيدين جدا ان احنا نوقع عقدنا مع شركه المملكه القابضه. زي ما انت يعني زي ما الكل عارف انه هي اهم شركه في المملكه العربيه السعوديه وعلى مستوى العالم ايضا. فما اعتقد اختيارها لنادي الهلال ايضا او التفكير بنادي الهلال جاء يعني بدون دراسات معينه. واحنا الحقيقه سعداء جدا انه احنا يعني وفخورين ان يكون التوقيع مع شركه المملكه اللي هي يعني حنفضلها على اي شركه اخرى الحقيقه. كان في مجهود كبير الحقيقه من الاخ طلال الميمان بتوجيه من صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال رئيس مجلس اداره الشركه انه يكون العقد هذا مرضي للطرفين. تم دراسته لعده ايام، تم فريق محامين ما بين النادي وشركه صله وشركه المملكه القابضه الى ان الحمد لله وصل الاتفاق المرضي للجميع. سمو الامير، لكم خبره كبيره في نادي الهلال في الرعايات وعقود الرعايه وعملتم مع الكثير من الشركات، ايش المختلف او الجديد في هذا العقد؟ المختلف انه شركه المملكه تضم عده شركات، ما هي يعني ما هو اسم معين. في السابق مثلا شركه واحده تعلن، لكن شركه المملكه عندها عده شركات تملكها. يمكن يكون على عده مثلا على الفنايل نفسها على صدور اللاعبين في عندنا ثلاث اطقم، فكل طقم قد يحمل اسم شركه. الاعلانات اللي على الملعب تختلف، في السابق زي ما قلت لك هي شركه واحده، ولكن شركه المملكه تملك عده شركات، فبالتالي حيكون في تنسيق مباشر وكبير ما بين نادي الهلال وشركه صله وشركه المملكه لاختيار المعلنين على اللي يهمونهم يعني. طبعا عضويه الشرف لصاحب السمو الملكي الامير الوليد لا ما لها علاقه ابدا في عقد الشركه. الامير الوليد لا يزال عضو شرف داعم وحيستمر باذن الله. وشركه المملكه ما هي شركه حق جامل نادي الهلال او توقع عقد بملايين عشان فقط عضويه شرفيه. الامير الوليد طبعا اعطى لكل شخص عمل في هذا الموضوع، لم يتدخل بشكل مباشر ابدا، لم يفرض رايه على احد، اعطى الاخوان الرئيس التنفيذي زي ما قلت لك كان له دور كبير الحقيقه في نجاح هذا الموضوع، الاخ طلال الميمان، الاخ فهد بن نافل، الجميع كان لهم دور. من نادي الهلال حقيقه زي ما قلت احنا نفضل طبعا شركه المملكه لعراقتها وانها يمكن من اهم شركات العالم الحقيقه. من العقد ثلاث سنوات، هل في بند في هذا العقد يتيح امكانيه التمديد بعد ثلاث سنوات؟ ما ابغى احكي بالتفاصيل الحقيقه، التفاصيل كامله تفاصيل العقد، ولكن اعتقد انه هذا يعتمد على نجاح التجربه اذا حسوا. وغير كذا انت تعرف انه جاي التخصيص، ولذلك ثلاث سنوات كانت حد، وكان لابد الحقيقه من استئذان الهيئه العامه للرياضه ومعالي الاخ الاستاذ تركي آل الشيخ رئيس الهيئه، لانه العقد تجاوز سنتين. فاي عقد يتجاوز سنتين كان لابد من الاستئذان من هيئه الرياضه انه يتم التوقيع. بما اننا نتكلم عن شركه صله ونادي الهلال والرعايات، نتحدث ايضا عن ملعب جامعه الملك سعود اللي استاجر نادي الهلال بالتعاون مع صله، متى راح يلعب في الملعب الهلال رسميا؟ خليني احط شركه صله تحت ضغط شوي، هم قالوا في اخر ديسمبر ان شاء الله. طيب نتكلم عن مداخيل الملعب، المداخيل الثابته نتكلم مثلا عن التذاكر، لوحات اعلانيه، ايش المختلف او المداخيل الثابته لنادي الهلال من هذا الملعب؟ كثير كثير الحقيقه، يعني ممكن تاجر الملعب لفعاليات معينه، التذاكر طبعا حتكون نفس السيستم اللي ماشيين احنا عليه مع صله، جزء لهم وجزء لنا، في اشياء كثيره حيكون منها مداخيل حيتم الاعلان عنها تقسيمها بينكم وبين صله. ما اقدر اقولها، اسالهم هم. اخيرا سؤال الاخير سمو الامير، بس عن النهائي الاسيوي لاعبين الهلال الدوليين، هل خاطبتوا او تنوين مخاطبه الاتحاد السعودي لتفريغ اللاعبين؟ شوف الاتحاد السعودي ومجلس اداره الهيئه حريصين على نادي الهلال زي حرصنا بالضبط. واحنا حريصين ايضا على المنتخب، فالمصالح يعني مع بعض متداخله. انا متاكد ان حرصهم مثل حرصي انا على لاعبين الهلال وعلى لكن ايام الفيفا الحقيقه حق مكتسب لاي منتخب، في تنسيق كامل مع اتحاد كره القدم بما يرضي ان شاء الله الطرفين. طبعا مؤسسه الوليد الانسانيه برئاسه الاخت الاميره لميا بنت ماجد تعمل عمل كبير جدا على مستوى العالم ايضا وعلى مستوى المملكه العربيه السعوديه، لهم مساهمات كبيره انسانيه واجتماعيه. والحمد لله نادي الهلال هو رقم واحد ايضا على مستوى الانديه السعوديه في العمل الاجتماعي، وبالتالي في اتفاقيه تنسيق ان شاء الله تكون ما بين نادي الهلال والوليد الانسانيه حول العديد من المواضيع اللي تهم المجتمع واي شيء انساني، ان شاء الله حيكون في تنسيق كامل ما بين نادي الهلال والوليد الانسانيه باذن الله. ايش اللي ممكن يقدمه نادي الهلال للمؤسسه والعكس؟ الجميع ان شاء الله يستطيعون انهم ينفعون، يعني مؤسسه الوليد الانسانيه لديها الخبره الكبيره في التعامل مع المواضيع الاجتماعيه والانسانيه، ونادي الهلال ايضا لديه اداره مسؤوليه اجتماعيه على مستوى عالي، واعتقد انه تعاونهم مع بعض بيفيد الجهتين.